انا ما عنديش مربح من الطيور، انا مربحي اني اكون مبسوط. انا لما بشتري الطير بحطه قدامي على السطح هيك واشوفه بيلعب قدامي هيك، هاي احسن من احسن مربح. هسا اغلب الناس ما بيعرفوش يعني مربي طيور، يعني ممكن ناس جاري بتفرج عليه بس شو بيعملها، بيطير حمام بس ما بيعرف شو هوايته الرسميه. يعني اسم مجرد ما الطير يفتح جناحه ويطير من عندك الطير مش إلك، بس لو رجع لك، لو رجع لك فهو إلك، وممكن انت تكون اسعد انسان بالدنيا. احلى شيء في تربيه الحمام الاعتناء فيه، وبالذات عند الازواج، يعني غرفه الانتاج. انت بتبلش مع الذكر تشتريه من السوق، بكون عندك فوق بتجيب له طيره، بتنزلهم بتجوزهم لبعض، تقعد تستناهم لما يبيضوا، بعدين تقعد تستناهم لما يفكسوا، بعدين تقعد تستنى الفرخ لما يكبر ويصير قدامك حمامه، وتطلعه فوق وتطيره مع الحمام. بس انا وعيت يعني على تربايه ابوي بالزمانات الله يرحمه، كان يعني ربي صقور، كان ربي عقبان، كان جاج، بط، وز، حبش، وحمام أهم إشي. الحمام تقسم لنوعين، الخشن والناعم. الناعم هو اللي بيجي حبة صغيرة هيك. أبويا يعني أنا شأني صراحة على تربية البغدادي والحبة الخشنة، بغدادي، لورنس، مسود، مطوق، أبلق، ريحاني. وعندنا هذا البرامي الأزرق، هذا صاحبي، هذا أبو عنتر، هذا أنا مسميه، هذا بتهاوش دائما أنا وياه. سوق الحمام أنا بالنسبة لي بوصفه زي شيء جميل، بالنسبة لي ملاهي، بنبسط فيه كثير فعلاً. أنا بنزل، أنا لما بنزل بحكي أحلى يوم بالعالم. إيش يا أحمد؟ أبو يوسف حبيب قلبي، في عروض؟ مالك العروض؟ الحمام هواية وليس مصدر دخل. تاجر ما عنده عزيز، عنده استعداد كل يوم يجيب طير ويبيع طير عادي، بينما المربي لا، هو بيجيب الطير لانه حابه يحطه عنده على سطحه. ما بتهيأليش في طيور من عندي تيجي تدفع لي فيها، شو ما تدفع لي ما بعطيك اياها. تقدر تنزل لحالك، بس هي الحلوه في الموضوع انك تنزل مجموعات. ليش؟ بتتعرف على الناس، بتتبادل خبرات. يعني مثلا انا بكون عاجبني طير، لا بقول لي لا دير بالك فيه مشكله الفلانيه، لا تاخذوش، خذ الطير الفلاني، هذا احلى، هذا احلى. فبرضه انت بتتعلم تستفيد. دير بالك مربي الطيور بيخسر كثير، بيخسر كثير. ليش؟ لأنه بصرف كثير، يعني طعام، أكل، ونظافة، وعلاج، وشغلات كثيرة. بس أنا فعلياً عندي استعداد يعني أني أعمل المستحيل بحيث أن أطعمي الطير اللي عندي وأطفالي بنفس الوقت. أنا لي سنتين فعلياً بدور شغل مش لاقي، فالوضع كان صعب جداً جداً جداً، فاضطريت افتح القناه فعليا. فكره تاسيس القناه انه طردت من الشغل على بلاطه، يعني انه ما فيش شغل، شركه سوريه طردتنا من الشغل، حتى ما اعطتناش تعويض، وخشينا ابويا صار معه سرطان يعني الله يرحمه، وضليتني معه شهر معطل، بعديها توفى، بعديها جت الكورونا طبقت علينا، طبقت على انفاسنا، ما لناش ناكل، فتعبنا واشتغلنا والحمد لله اعتمدنا عليها واشتغلنا، وصارت انا بالنسبه لي شغل اساسي. خل اصور حلقتي عادي. شايفين المتابعين طبعا يا معلمين، نزل عندنا طير مسود مكابي اسود، والله هي جميل جدا على الزاويه. يعني متابعيني بوجه لهم تحيه، يعني ما بعرف اذا بكون قصوها او لا، بس اوجه لهم تحيه.